وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى. مساء الخير وأهلا بك معنا في نشرة أخبار الثامنة. أستاذة دلال، أكد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على مواصلة الجهود لتعزيز وتنمية علاقات الأخوة والتعاون الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، والتي تطورت وتوثقت على مدى سنوات طويلة بما يخدم المصالح المشتركة. كيف تصفين العلاقات بين البلدين الشقيقين في ظل رؤية جلالة الملك المعظم؟ بداية اسمحي لي بأن نعرب عن بالغ التعازي لقيادة الشعب الكويت الشقيق في وفاة سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه. وبالنسبة للعلاقة بين البلدين، طبعا هي علاقة أصيلة وأزلية متوارثة على المستويين الرسمي والشعبي، وأواصرها يعني وثيقة ومتجذرة تاريخيا. نجد أن مكانتها الراسخة ممتدة في نفوس الشعبين، وهذا هو ما يحرص عليه ويؤكد عليه دائما جلالة الملك المعظم الله يحفظه، وكذلك سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وحدة طبعا والمصير المشترك هن أبرز تلك العلاقات، يعني نشأتها هي الأسرية والاجتماعية، وهي محط اعتزاز وفخر من الشعبين في هذه العلاقة الثنائية. قوامها طبعا التآزر والتلاحم في كافة المواقف، والحرص على أن يكون بيننا التعاون في جميع الأصعدة والقطاعات يعني التنموية، في ظل المنظومة والروابط الخاصة، وكذلك في منظومة دول مجلس التعاون للخليج العربي. ونسأل الله طبعا أن ينعم عليهم بالاستقرار واستكمال مسيرتهم ونواء دولتهم بقيادة صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأن تكون فعلا مجالات التعاون مستمرة، وأن نعمل على تنميتها وازدهارها في كافة القطاعات والمناحي. نعم سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.